السلام عليكم، معكم حلمي عبد الطيف، رئيس جمعية ولاد هواري القروية التنمية وتنسيق مع جمعية إشراق الألفية الثالثة. حنا اليوم كنديروا واحد القافلة طبية متعددة التخصصات اللي فيها طب الأسنان والطب العام وطب الأطفال، وفيها واحد الوحدة متنقلة للكشف عن أنداء السل. من هذا المنبر بغينا نشكروا قيادة ولاد الصغير في الشخص القائد اللي وفر لنا كاع التسهيلات باش تنجح هذه العملية، القافلة الطبية. وبغينا نشكروا السلطات المحلية، وبغينا نشكروا السلطة الإدارة الجهوية ديال الصحة والإدارة الإقليمية ديال التعليم، ومدير المؤسسة اللي وفر لنا هو المؤسسة وهذا الفضاء هذا فين يكونوا هاد الناس هذا. وحنا الحمد لله كنتمناو يكونوا بادرات أخرين وقافلات أخرين طبيين يجيو لهاد المنطقة، لحقاش الناس محتاجينها بزاف. وكنشكروا كاع اللي ساهم في هذا الشيء من قريب ولا من بعيد، وحتى الناس ديال الدوار اللي جابوا هاد الخيام هادي اللي نصبوهم وتكرفصوا فيهم باش كل شيء يستافد. وشكرا لكم نتوما اللي جيتوا دعمتونا هنايا وعاونتونا. شكرا العدد ديال الناس ديال الحضور دابا وصلنا دابا تقريبا حتى 420 واحد دابا اللي داس اللي مسجل، يمكن غتكون شي 600 واحد ولا 650 اللي غيستافد من هاد القافله هادي. خصنا قافله اخرى طبيه كنحاولوا نبرمجوها من هنا لواحد الشهر ولا شهر ونص ان شاء الله، راه غنسهروا عليها وغنتصلوا بكم وغتكونوا معلومين بها ان شاء الله باش تواكبوا معنا هذا الشيء هذا ان شاء الله. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر الدكتور عميريش اللي دار واحد المجهود كبير باش نجحت هذه العمليه، والاطر الطبيه كاع اللي جاوا شاركوا معنا والاطر شبه الطبيه، الناس اللي وفروا لنا الدواء بالمجان، حيت كاع الناس استافدوا من الدواء، خذوا الدواء بالمجان. بحال كيمشي الاجواء ديال الناس اللي كيدوزوا وكياخذوا الدواء، كتشوف الوجوه ديالهم فرحانين وكانوا محتاجين هادشي بزاف، حيت كاين دابا اللي كنكشفوا ليه دابا على داء السكر وما عرفش عنده السكر، حتى كيتفاجأ راه عنده السكر. كاين اللي عنده لا طونسيون، كاين اللي عنده لا طونسيون ما عرفهاش، كاين عدد ديال الامراض الناس ما عارفينهمش، عدد ديال الامراض الناس ما عارفينهمش اللي ما عرفوهم. وحنا كنتمنوا من عند الله هاد الناس والطاقم التقني، كنتمنوا من عند الله هاد القافله تعاود تكرر مره وجوج وثلاثه، والدراري الصغار استافدوا من واحد الحمله ديال التوعيه ديال طب الاسنان، وخذوا معجون الاسنان وخذوا فرشاه الاسنان. وكنشكر الطب ديال الاسنان اللي وفروا لهم تما هذا الشيء. شكرا وشكرا لكم. عليكم وعليكم السلام. شنو جيتي ديري اليوم؟ جيت ندير الدواء على السكر وعلى طونسيون عند القلب وعلى القلب. الحمد لله الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. عبروا الطونسيون عبروا لي طونسيون عبروا لي السكر. مال كاينين مالين السكر، كاينين مالين القلب، كاع كيدوزوا ليهم وكيعطيهم الدواء اللي هو عنده الدواء ديالو كيعطيو ليه. اللي ما عندوش بحال الوالده عندها تخاثر في الدم خاصها تاخذ الدواء ديالها اللي مخرج لها الطبيب ديالها. خاصها غير الدواء، لا خاصها لا غير الدواء، كتولي عندها واحد الامراض، تولي عندها الجسم ديالها كامل كحل، خاصها ما تبدلش الدواء ديالها. وهذاك الشيء غادي بسلاسه، غادي داكشي مزيان، غادي مزيانك مزيان الحمد لله. تقول الناس اللي جاوا مطوعين من الناس، كنشكروا هاد الناس من كازا، وكنشكروا دوك الدكاتره، وكنشكروا هاد الناس اللي مقابلنا، كنشكروهم الله يجازيهم علينا بخير. وداكشي راه غادي بخير ان شاء الله. شكون
كل الناس يستافدوا من المنطقه. المنطقه كاع استافدت، ديال المنطقه ديال ولاد هواري التبابعه، ولاد صغير كاع من هذه المنطقه، كاع ولاد جاو حتى من منطقه اخرى، تما كاع استافدوا من هنايا. محتاجين هو محتاجين لي ضروري، محتاجين لي ضروري، محتاجين لي، لان الانسان ملي كيكون ضعيف كيجي هذاك الشيء على القرب، فمزيان مزيان هادشي، مزيان هادشي كيفرح بالخير ان شاء الله، يبشر بالخير ان شاء الله. السلام عليكم، معكم ابتسام حداوي، عضوة في جمعية إشراقة الألفية الثالثة. احنا اليوم جينا باش نلبيو النداء ديال جمعية ولاد الهواري للتنمية القروية للتنمية، باش ننظموا هاد القافلة الطبية كما كتشوفوا، اللي كانوا فيها بزاف ديال المحطات، كانوا فيها أطباء ديال أطباء عامون، أطباء الأسنان، وكذلك قمنا بتسجيل الساكنة من أجل التطبيب في طب العيون. كذلك تخلل هاد كما كتشوفوا في القافلة مجموعة من الأنشطة التربوية للوليدات، وتوزيع بعض الهدايا عليهم. كنشكروا الرئيس ديال جمعية ولاد الهواري القروية للتنمية على الاستضافة ديالو لينا، وعلى التنظيم ديالو لهاد القافلة، وان شاء الله تكون ماشي الاولى وتكون استمراريه، اللي غادي تكون لا كونتينيتي باش نخدموا الناس ديال هاد الساكنه. شكرا. كنشكر السي حلمي عبد اللطيف رئيس الجمعيه ولاد الهواري للتنميه القرويه على الاستضافه ديالته، وكذلك الدكتور عمريش على عمريش مصطفى على التنظيم ديالو والكورديناسيون والتنسيق ديالو بين مختلف المكونات ديال هاد القافله على هاد القافله الطبيه. وشكرا لكم حتى نتوما. Yeah.